سوق الحطب بريدة الآن حقيقة والفحم ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ جولة في سوق الحطب والفحم، أقدم أسواق الفحم والحطب بالمملكة، سوق بريدة برمضان بعد العصر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الشباب كلهم متوقفوا الآن بيفطرون، جاء وقت الفطور وقت الفطور. السلام عليكم. كم حطب يا شيخ؟ ها؟ كم حطب؟ ايوه ها؟ 4 ريال حزمه واحد 4 ريال خارجي ها؟ خارجي ها؟ الحزمه ب 4 ريال. والله خزينه ب 4 ريال بقلات وخشب وخشب طيب، يعني الحزمه تكفي رحله كامله، وبالبقلات يبيعوا ما يكفي 5 دقائق ب 8 ريال 10 ريال. وهذا الكيس اخوي؟ هذا ها؟ افريقي ذا كم؟ هذا 45. هذا ب 45 افريقي الكيس ها؟ أيوة. افريقي. وهذاك الثاني جنبه؟ هذا 15. 15 أيوة. هذا وش هو؟ هذا مصري. مصري هذا 15 والافريقي ب 45 الكيس. أيوة. والمصري ب 15 الكيس اللي هو متوسط صغير، وعندهم الحزم اللي هي الحقيقه كويسه والله، سعرها ممتازه ب 4 ريال، يعني تحصلها بالمحلات الثانيه. البقاله البقاله يبيعون 8 ولا ما هي بنفس الجوده، يعني شيبات صغيرات هذه لو تشبها وانت بالسياره طفت قضت. يعطيك العافيه. شكرا يا شيخ. شكرا. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله ما شاء الله، سوق الحطب والفحم ببريده رمضان يوم الخميس بعد العصر قبل اذان المغرب تقريبا نص ساعه. الحقيقه جينا احنا الوقت ضيق وكانوا اكثرهم مسكرين، لكن استفدنا بعض المعلومات منهم عن لا، لكن اكثر تركيزهم على بيع الفحم، يكون على بيع الفحم يمكن يكون اسعاره مناسبه او كذا. لكن انا الحقيقه بالموقع الان انا اوجه رساله بلدة بريده، يعني السوق الحقيقه من اسواق اقدم سوق في بريده، اقدم سوق لبيع الحطب والفحم هو سوق بريده. يا اخي المفروض تهتمون فيه، يعني اقل شيء انه زفلت الطرق حقاته، ثاني شيء انه حتى لو كان زفلت الشوارع وزفلت نفس الساحه هذه كلها زفلت وتقسم محلات بشكل نظامي وجميل، يكون صراحه يكون كمعلم من معالم بريده، لان الحطب والفحم يعتبر معالم، يعني نعمة كبيرة كانت آبائنا وأجدادنا ما يستخدمون إلا هي، ما كان في غاز وما غاز، وكانت الأجيال القديمة كلها تستخدم الحطب. والله لو ينقطع الحطب عنا بالوقت الحاضر، نشوف الواحد طال عمرك يبدأ يعلز بثياب عياله وعيال ذا كل يوم يعلز له ثوب عشان تدفى بشتة، وعلشان في أشخاص متعودين على النار ما يستغنون عنها لا صيف ولا شتاء، فمفروض نهتم بهذا السوق الحقيقة. بلدية بريدة مفروض زفلة السوق هذا وتعطيه حقه من الجمال والتنظيم، حتى يكون السائح لما يجي يعجب بسواق في سوق الحطب في بريدة. وثاني شيء إنه يكون ذو سمعة طيبة بين الأسواق. فرسالة نوجهها الحقيقة للمسؤولين في بلدية بريدة إنها تنظر نظرة بعين إلى سوق الحطب في بريدة والفحم، يعني أسعارهم حقيقة جيدة وجميلة ومناسبة. أتمنى لجميع الأخوان هنا في السوق إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله نتمنى لهم تطوير السوق إن شاء الله، وأن يكون هذا الفيديو دعم لهم في تطوير السوق إلى الأحسن. تحياتي وشكرا. ما شاء الله معنا أحد الشباب اللي جايين لسوق الحطب يبي يشترون حطب. عندكم اليوم ما شاء الله في جيبك، أنت بتكشتون أنتم الليلة؟ أي. أنت من هواية النار يعني مشبه النار؟ أي. ها متاجر بتقيد انت ما شاء الله بشيبانكم باباكم، تحب النار وتحب الدله، لما تكون على النار لها طعم الدله، والبريز لما يكون على شبة النار يقول له لذه، يعني صح ولا لا؟ صح. ما شاء الله انت نجحت السنه هذه. ايوه ما شاء الله. من اي سنه؟ السادسه. السادسه؟ أيوة. ان شاء الله. والعيد وانت بتقضاه ان شاء الله هالسنه؟ باذن
نصي ببريده. ايه شريته قبل العيد ولا ما شريته؟ الحمد لله. اجل ايش وانك شريته قبل ما تلوث بالفحم ثيابك سويت. الله يعطيك العافيه، شكرا يا ابو. هذا احد الابطال الشباب ما شاء الله. شو اسمك هذا؟ ونعم بالله. انت جاي مع ابوك تبي تشتري حطب؟ ها؟ تحب شب النار انت؟ ابوك دايم شب النار عنده بالملحق دايم بالصيف والشتاء. ما يغمتكم من الدخاخين؟ ها ما تضايقون من الدخان اللي يطلع من النار؟ ها؟ تأقلمتوا عليه يعني تعودتوا انتم. الله يوفقك، شكرا يعطيك العافيه. السلام عليكم. بعد العصر سوق الحطب في بريده والفحم اقدم اسواق المملكة لبيع الحطب والفحم. نبي نتجول بالسوق ونبي نشوف بعض الأسعار، أسعار الحطب والفحم في سوق بريدة العريق الذي حقيقة انتقل من عدة أماكن. كان أولا في شمال بريدة وكان في غرب بريدة والآن هو في شرق بريدة على طريق المؤدي إلى الأسياح ومادي الى عسيلان، منتزه الوطني عسيلان على اليمين. بنشوف اسعارهم الان وبنشوف وش اللي يحتوي سوق الحطب في بريده. سوق الحطب في بريده من اقدم الاسواق في المملكه ببيع الحطب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. عندك هذا شيخ؟ ها؟ هذا في النص الثاني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا وهذا عندك ذا؟ الزباله هذا. ها؟ ثاني انا ما الحق. ابي اجي اشوف انا سعر عندك. ها؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احنا الان قريبين من حقيقه اذان المغرب ويكون اكثرهم العمال مو متواجدين حقيقه. مو متواجدين يكونون قريبين من المغرب اللي راح يسوي الفطور حقه. أكثرهم الآن. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ كم كيس الحطب؟ ها؟ كم يا شيخ؟ حطب. ها؟ حطب. هذا وش عندك أنت؟ هذا في فحم إندونيسي. فحم؟ أيوة. كم بتبيعون كيس الفحم؟ هذا 50 ريال إندونيسي. 50 إندونيسي؟ إيه. كله إندونيسي؟ إندونيسي سومالي مشكل هذا. بس. مشكل. أيوة. سعر الكيس 50 ريال. 50 ريال 45 زي كذا. 45. أنتم ما عندكم حطب هنا؟ لا 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 لا. ما تبيع حطب؟ الله شكرا. شكرا. السلام عليكم. ما شاء الله سوق الحطب والفحم. في بريدة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سوق الحطب والفحم في بريدة ما شاء الله. السلام عليكم. كم فحم يا شيخ؟ هلا هلا تعال. شكرا. كم الفحم؟ وين؟ فحم كيس كم؟ 40 ريال. 40 ريال 20 كيلو. وكرتون؟ كرتون هذا 10 كيلو. ايوه 10 كيلو 30 38 37 10 كيلو. ما عندك ما في حطب عندك انت؟ حطب ما انت بيع بفحم بس. بس شكرا شكرا. في خارجي خارجي. كم الخارجي؟ هذه 3 ريال. هذا 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 خارجي الحين؟ ريال. الحزمه 3 ريال. والله زين راح يعين البقالات يقوم ب 8 يعني ب 3 ريال. ها؟ 3 ريال بيع انت؟ خارجي 3 ريال. ها شكرا لك يعطيك العافيه. ما شاء الله ما شاء الله. سوق الحطب والفحم ببريده بعد العصر في رمضان. رمضان بعد العصر قبل اذان المغرب تقريبا نص ساعه. ما شاء الله 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 ما شاء الله. السلام عليكم. بخير طيب. كيف حالك؟ ايش رايك بحقنا الحطب؟ والله حقنا الحطب ها؟ سم؟ مضبوطين حقنا. اسعاره مناسبه طبعا كم قناه سلبسنا في بليتو. نجي نسوي تقرير على الموضوع ذا. يعني انت تراي ان الناس اسعاره مناسبه يعني؟ نعم اقول اسعاره يعني حول المعقول. حول المعقول يعني اسعارهم؟ اي نعم. ومحلهم مناسب يعني لبيع الحطب هذا يعني مو بعيد عن الناس يعني؟ لا لا مناسب وعلى طريق عام وانا ارى انه يعني يمكن قريب المنطقه انت ساكن هنا؟ بريده. انا ساكن ساكن بريده. جاي من هنا تاخذ حطب؟ جاي من بريده.
20 كيلو 25. يعني انت ممكن تاخذ كل فتره وفتره ما تاخذ على طول؟ والله اخذ تقريبا يمكن الايام هذه اخذ بعد اسبوع. اجل انت من الشباب الحطب بالصيف نطلع احنا. الله يعطيك شكرا لك. يعطيك العافيه اخوي. شكرا لك. يعطيك العافيه. شو اسمه كم فحم يا شيخ؟ فحم؟ كم فحم؟ فحم 100 ريال. ها؟ 100 لا كرتون. كرتون ما في بيع. ها؟ ما في بيع؟ شو ما في شو. يعني انتم بيع بس كيس؟ بس كيس. بس كيس ها؟ حطب ما عندكم؟ حطب كرتون ما في. ما في ها؟